ناعمة تقصف متابعيها في أغنيتها الجديدة. نشرت اليوتيوبر المثيرة للجدل والملقبة بأم ناعمة البدوية على قناتها الخاصة بموقع رفع الفيديوهات يوتيوب يوم الثلاثاء 7 من ديسمبر الجاري مقطع فيديو عبارة عن فيديو كليب لأغنيتها الأولى تحت عنوان ما بغوش ليا الخير. وقالت البدوية في أغنيتها التي قامت بتصويرها مع زوجها المسمى حميد ما بغوش ليا الخير وناري كيف ندير أموت وعدياني أموت وموت بالسم رزقي دام نربي وعلاش غادي نخمم واللي مريض بيا الله يشافيه أنا البدوية غادي ندوس فيه. وفي ذات السياق تداولت مجموعة من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لليوتيوبر المثير للجدل أم ناعمة عبارة عن فيديو كليب لأغنية شعبية خاصة بها. وحسب الفيديو المتداول أن المسماة أم ناعمة طرحت أول أغنية لها رفقة زوجها حميد والتي هي عبارة عن كشكول شعبي وجهت فيها رسائل نارية لمنتقديها الشيء الذي خلف ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت تصريحات اليوتيوبر الملقبة بأم ناعمة البدوية الأخيرة قد أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما خرجت في مقطع فيديو تهاجم فيه متابعيها واصفة إياهم بأقبح النعوث والأوصاف. وقالت اليوتيوبر أم ناعمة في الفيديوهات المتداولة اللي كيدير لي ديزلايك بغيت ليه السرطان في صبعو ويخرج من القناة ديالي إلا كانت عنده النفس واللي كيدير لايك بغيت ليه الجنة العليا والنصر يا رب. وأضافت في معرض تصريحاتها لا يحييكم ويطول الزمان عليكم سنتظر الكلاب الضالة. وفي ذات السياق علمت جريدة أشواق اعتفي الإلكترونية من مصادر جيدة للاطلاع أن عدد من الجمعية الحقوقية تقدمت يوم الثلاثاء 23 من نوفمبر بشكاية لدى النيابة العامة المختصة في مواجهة اليوتيوبر الملقبة بأم ناعمة البدوية عقب تصريحاتها الأخيرة التي وصفت فيها متابعيها بعبارات مسيئة. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.